على ملايك فهم. ديما نقول لكم راهي الايام تجري وبالحق هي قاعده تجري، واحنا خلطنا لاخر جمعه في شهر رمضان اللي هي معناها اللي يقول اخر جمعه في رمضان يقول العيد يقول الحبيج ساعه ان شاء الله سنين دايمه وكل عام احنا حيين بالف خير. اعتقونا جمعه العيد، العيد شوبينج، العيد حوايج العيد. الحقيقه حبيت نحكي لكم على المول اوف سوس، روعه تلقاو فيه كل شيء للصغار للكبار للرجال للنساء للاولاد للبنات، وتلقاو فيه زاده جميع الاذواق. وراكم كيما سمعتوا باش مرات حكينا على مزايك فام، معناها حكينا ياسر على المول اوف سوس واللي على النظافة، على العفافة، على التعقيم، على النظام، على كل الإجراءات الوقائية المحترمة بالكده بالكده. زادة احنا معنا بالتليفون إيناس الهمامي مراسلتنا من سوسة. أهلا بنوسة. أهلا بيك ميرا، تحية ليك وتحية لكل مستمعين مزيكا فام. احنا ميرا كما قلت موجودين في مول أوف سوس، أكبر مركز تجاري للتسوق والترفيه في تونس، يضم 120 محل تجاري لماركات تونسية وأجنبية تستفيد لكل حاجات الزوار. كنا ميرا منذ نهار جمعة 15 ماي واكبنا استئناف المول لنشاطه. بيان سور الاستئناف هذايا كان بعد ما اتخذت إدارة المول جميع الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية الحرفاء العملاء والمزودين، وهذا اللي لاحظناه ميرا من خلال عدد الحرفاء اللي ماشي معناها ويزيد في المال. هذا أكيد معناه سكي يسوق يأكد أنهم عندهم ثقة في إدارة المال أنهم كيفش يكونوا هوني موجودين باش يقضيوا قضية العيد. كما نعرفوا أنه تفصلنا بضع أيام على العيد الفطر المبارك، أنهم باش يكونوا أنتخ ديبان. معنا المدير العام لمول أوف سوس سي مهدي فرحات باش يزيد يذكرنا أكثر بالإجراءات الوقائية اللي اتخذتها إدارة المول. مرحبا بيه سي مهدي. مرحبا بيك يا سيدي. يعيشك بارك الله فيك. رغم الإجراءات اللي اتخذناها هي الإجراءات اللي تبدأ من باب البراني بتاع مول أوف سوس، اللي عندنا شكون ياخذ في لابريز تمبيراتور بتاع الحرفاء بتاعنا الداخلين الكل خارق العادة. ومن بعد كيف يقدموا الحرفاء باش يلقاو تلقى اون ديستانسياسيون فيزيك معموله اترافير دي بوسيت محطوطين في القاع. اون فوا ياخذوا باش يفهم ان كونترول دو سيكوريتي، ان كونترول دو سيكوريتي او نيفو دو سكانر و دو بورتيك دو سيكوريتي. زاد باش يلقاو واحد اجون دو سيكوريتي يعطيهم لو جيل هيدرو الكوليك، و بيان سور طول ما نخليهم يدخلوا الا افيك اون بافيت. ايوا لو بورد لو بورد بافيت اي اوبليغاتوار حتى للمواطنين اللي يدخلوا، معناها الناس اللي باش تشري المواطنين قلت لك كيف يجيو حتى اللي ما عندوش بافيت نجموا نخليهم يستناو شويه. احنا مول أوف سوس نجموا نفرقوا دي بافيت، معناها مش نفرقوا دي بافيت، معناها كي تجي عائله فيها ثلاثه نخليهم ندخل واحد برك نعطيه اون بافيت من عندنا يمشي يشري دي بافيت من كارفور، خاطر كارفور هو يبيع في دي بافيت. باهي من اون اوفيس با دو كليون، معناها نلقاو دي محل باش نقول لهم يدخلوا مي توجور افيك دي بافيت بيان سور. اي سي مهدي حبيت نسالك، كيما انت قلت معناها ما شاء الله فما حركه كبيره على المول اوف سوس، انت اليوم شنو المساج اللي تنجم توصلوا لاي حريف يحب يجي يقضي يحب يجي يدور يحب يجي يشري ولكن خايف، فشنو تنجم تقول له انت باش تطمنه؟ الوغ اولا يظهر لي هذاك لو ديسبوزيتيف هذا اللي حطيناه الكل في مول أوف سوس، يظهر لي واضح اللي الحريف نتاعنا نجم يجي في امان، في كل امان. اي معناها انا في طول الديسبوزيتيف حاجه اللي نجم نقولها، الديسبوزيتيف هذوما يسون معمولين اونكور اون فوا يسون ريبيتي او سان دي بوتيك، معناها الديسبوزيتيف هذا كي تجي داخل البوتيك تلقاه معاود مره اخرى. ايوه نشكر نحب نشكر انا الحرفاء نتاعنا اللي هما فريمون يعطيهم الصحه كيفاش نضبطوا الإجراءات هذه كلها، ونشكر زاد لي بوتيك نتاعنا اللي هم مضبطين على الإجراءات اللي عملناهم الكل هذيك ديزانفيكسيون، معناها كل صباح تصير ديزانفيكسيون نتاع الحوانت الكل، معناها حقيقة معناها نجموا نشوفوا اللي المواطن كالمواطنين المواطنين تونس ولي بروفيسيونيل زاد لي برونور نتاعنا نتاع لي بوتيك الكلهم معناها قاموا بالإجراءات اللازمة، ونشكرهم مرة أخرى. نشكرك أنا فيدي برشا. تفضل. وحاجه اخرى حبيت نقولها، معناها يا بوكو دو بوتيك كي فون دي سول تو وقت الماء فما برشا تخفيضات. ايوه وبرشا دي برشا بوتيك عندنا تخفيضات، ونشجع الحرفاء نتاعنا اللي جاونا اللي مش قبل باش تفضلوا بعضنا في مول أوف سوس
وكل شيء في الامان وما عندها ما عليش يخاف. تيعمل كيف. نشكرك برشا نفيدي سي مهدي فرحات. نشكر زاد زميلتنا يعيشك يا سيدي. مرحبا بك زميلتنا ايناس الهمامي مراسلتنا كانت من سوسه. كما قلت لكم نفكركم اللي المولى في سوسه محلول كل يوم من 9 نتاع الصباح لل5 ونص نتاع العشيه، واللي الواحد ينجم يمشي يقضي بعينيه مغمضه كما نقولوا.